التوقعات كانت كثيرة بأن زيارة ترامب الأخيرة للشرق الأوسط قد تحدث اختراقا أو إعلانا عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. هذه التكهنات تعززت بعد زيارة عباس إلى البيت الأبيض، إلا أنه ورغم اختتام جولة ترامب وما رشح عنها من محاولات دفع التطبيع الرسمي العربي مع إسرائيل، فإن الخطة الواضحة لحل القضية الفلسطينية أو للمرحلة المقبلة لا تزال غامضة، وما هو واضح التحشيد ضد إيران كخطر أساسي. وجهنا رسالة قوية لإيران من أجل وقفها عن التدخل في شؤون المنطقة. في لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس عباس جرى التأكيد على صون أمر إسرائيل، ولم يجري التوصل إلى الآلية المناسبة لاستئناف المفاوضات. حل الدولتين مبدأ وإن كان قائما، إلا أنه في حال صعوبة تطبيقه، فإن ثلثي الأمريكيين بحسب بعض استطلاعات الرأي يفضلون حل الدولة الواحدة اليهودية الهوية، فيما يرى مراقبون أن غياب أي أفكار جديدة قد يدفع إلى هذا الاتجاه. حل الدولتين جثة هامدة ميتة، فلا نستطيع أن نبني مستقبل فلسطين على حل الدولتين حاليا. يجب أن تكون هناك أفكار جديدة لحث هذه الإدارة على ربما بلورة أفكار جديدة وسياسات أمريكية جديدة. النظرة التفاؤلية لترامب لا أساس ماديا لها حتى الآن في ظل غياب خطة فعلية أو مشروع محدد. يضاف إلى ذلك فإن الإدارة لا تزال محاصرة بالاتهامات، فيما يعاني جارد كوشنر صهر ترامب ومسؤول ملف المفاوضات من اتهامات جدية لعلاقته مع روسيا، وسيكون من الصعب عليه متابعة هذا الملف. صحيح أن إدارة ترامب قد ترغب في إحداث إنجاز على صعيد السياسة الخارجية، ولا سيما في موضوع شائك كالقضية الفلسطينية، إلا أن ذلك وعلى ما يبدو سيكون تحديا كبيرا في ظل حالة الحصار والاتهامات التي تلاحق أركان البيت الأبيض. محمد كريم، واشنطن، الميادين.